السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم تجربة جديدة في جامعة زايد من خلال البدء في التعليم عن بعد ضمن إجراءاتنا الاحترازية حفاظاً على صحة طلبتنا والاستمرارية العملية التعليمية في هذه الأوقات. وضعنا خطة متكاملة لهذه المرحلة، ولدينا أفضل الوسائل الحديثة والبنية التحتية التقنية التي تضمن حصول طلبتنا على التعليم واكتساب المهارات والمعارف اللازمة المقررة في المساقات الجامعية وفق أفضل المعايير